في ظل التغيرات اللي بنعيشها كل يوم والتحديات كمان اللي بتواجه كوكب الأرض، بتبان أهمية السيدة الريفية اللي بتشتغل في الزراعة وحماية البيئة. النهاردة احنا هنحتفل مع حضراتكم باليوم الدولي للمرأة الريفية، واللي بتساهم بشكل كبير جدا في تحقيق الأمن الغذائي. السيدات دول مش بس بيستخدموا طرق قديمة، بيستخدموا الطرق الزراعية البسيطة وكمان المستدامة، وبيتعاملوا يعني نقدر نقول بحرفنة مع التغيرات المناخية عشان يحافظوا على الطبيعة. دورهم مش بس في أنهم يوفروا الأكل والطعام والأمن الغذائي اللي بنحتاجه، لكن كمان دورهم مهم في حماية البيئة وضمان مستقبل أحسن لأولادنا. في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، يبرز دور المرأة الريفية كحامية للبيئة ومنتجة رئيسية للغذاء، مما يجعلها ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام. ويحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للمرأة الريفية التي تساهم في إنتاج نصف غذاء العالم، وحيث تقدم النساء في البلدان النامية ما يصل إلى 80% من الغذاء. تعلمت المرأة الريفية التعامل مع التغير المناخي عبر تبني ممارسات الزراعة المستدامة، مثل استخدام البذور المقاومة للجفاف وإدارة التربة العضوية، وتظل نساء الشعوب الأصلية في مقدمة من يحافظن على البيئة، مستفيدات من معارف الأسلاف التي تسهم في التكيف مع المناخ المتغير. وهذا العام يأتي الاحتفال تحت شعار المرأة الريفية تحافظ على الطبيعة من أجل مستقبلنا الجماعي، مركزاً على بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تمكين المرأة الريفية والمساواة بين الجنسين، ويمكننا تعزيز قدرتها على قيادة التغيير الإيجابي والمشاركة في صنع القرار داخل مجتمعاتها. المرأة الريفية إذن بمعرفتها ومرونتها هي قوة دافعة لبناء مستقبل مستدام، ودعمها وتمكينها يعني حماية كوكبنا وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.